وصل الجميع شوطنا المنطلق والسابع وبصوت الزميل عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وفي هذه الانطلاقات، انطلاقات أول أيام السباق المحلي الثالث، في انطلاقة وتحديات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، أبدأ بداية مع انطلاقة شوطنا السابع الخاص بسن البكار. اللقاء يا هنا في هذه اللحظات، أبدأ مع المركز الأول لأتابع عوايد وهجن أم الزبر مع أول الأسماء. يقدم لنا عوايد في عملية التضمير جابر بن علي بن جابر النجم المري، مقدما لنا عوايد على مستوى المركز الأول. المركز الثاني أتابع الوذنة لهجن أم الزبر وسعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، ولكن اللي تسللت وانطلقت من الجانب الآخر في هذه اللحظات أوصلت رسمية لهجن المرخية. يقدم لنا رسمية فلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي، من يقدم لنا رسمية على المركز الثالث. تتسلل من المركز الثالث إلى أول الأسماء. المركز الرابع أتابع اللي وصلت في هذه اللحظات وانطلقت على رابع الأسماء، وصلت كيف هجن أم الزبار والمحنك عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، مقدما لنا كيف على المركز الرابع. أما خامس الأسماء أتابع الحضور من قبل وفا، وفا بشعار هجن الإنتاج أم الزبار. يتقدم المحنك ويقدم لنا وفاء على مستوى المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى، للخمس المراكز المنطلقة والمتقدمة الباحثة عن هذا الانتصار، الباحثة عن هذا الشرف الكبير. عودتنا وين؟ عودتنا إلى رسمية وإقلاع رسمية وعطائي رسمية، رسمية 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 مع أول الأسماء بشعار هجن المرخية وفلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي، من يقدم لنا رسمية في عملية التضمير. تنطلق مع أول الأسماء، ولكن حذاري من بن نجم، حذاري من النجم الكبير، حذاري من قبل القدوم والحضور من قبل عوايد هجن أم الزبار وجابر بن علي بن جابر النجم المري، من يقدم لنا عوايد. المركز الثالث كيف هجن أم الزبار المحنك يتحرك ويقدم لنا كيف عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، ولكن وصل الصارم، وصل ليقدم لنا بحور هجن أم الزبار. محمد بن بخيت بن برقان يقدم بحور، ولكن وين يا رسمية، وين؟ ما شاء الله وتبارك الله، ما هذا الجمال، ما هذا الدلال. رسمية على المركز الأول هجن المرخية تنطلق في هذه اللحظات رسمية بهذا العطاء الكبير، ولكن اللي وصلت وانطلقت في هذه اللحظات شقة هجن أم الزبار. جابر بن علي بن جابر النجم المري يحاول، ولكن رسمية
رسمية مع الأمتار الأخيرة رسمية والعصا فالبطان فالبطان يا الوهيبي فالبطان فلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي يقدم لنا رسمية يقدم لنا هذا الشعار العريق شعار هجن المرخية تحفة فريدة في عالم الأصالة الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام الأمتار الأخيرة يا رسمية بدون أوامر بدون أي تعليمات سلام سلام يا هجن المرخية سلام سلام يا رسمية سلام تهانينا تهانينا وألف مبروك يا ولكن اللي وصلت وانطلقت في هذه اللحظات وصلت شقة سلام يا هجن أم الزبار سلام يا بن نجم سلام جابر بن علي بن جابر النجم المري من قدم لنا شقة مع اللحظات الأخيرة تهانينا تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز الكبير والمستحق المركز الثاني وصلت على ثاني الأسماء وصلت بحور هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان من قدم لنا بحور المركز الثالث وصلت تحفة لهجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل المركز الرابع وصلت شعلة لهجن الشحانية سالم بن فاران المري المركز الخامس الدخول الجماعي إذن تهانينا تهانينا والف مبروك لهجن أم الزبار على فوزي وانتزاع شقة المركز الأول من جاءتنا في الأمتار الأخيرة التهاني موصولة للنجم جابر بن علي بن جابر النجم المري على هذا الفوز 6:14 وجزءا وحيدا من الثواني بينما جاءت في المركز الثاني بحور بشعار هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان المقارح من قدم بحور 6:15 وجزءا وحيدا من الثواني بينما جاءت في المركز الثالث سيدة بشعار سعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني هادي بن جار الله بن علي المركز الرابع 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 الرابع